بالخير. الله بالخير والعافية. قطاك الكفيل؟ ليش؟ يا أخي يقولون أسعاره غالية. يا أخي اللي شفته وتعاملت به أنه أسعارهم مثل أي مستشفى خاصة، لا وبعضها أرخص، وطبعاً العناية أفضل، والحلو بالمستشفى أن أرباحها كلها راجعة للفقير بشكل عمليات أو علاجات، ومنهم ابن عمي اللي راجعت له اليوم. يقولون كلمة تتكرر دائماً صاير عبالك مرجع معلوماتي، يقولون معناته مصدر، وهذا الشيء حقيقة يضحك. وإحنا اليوم في 2022 زحمة أنه الإنسان بعده معتقد أنه إذا 100 واحد أو مليون حتى قالوا فتشي يعني هذا معناته صح. خلينا نتذكر أنه في الأقوام السابقة كانوا الأغلبية هم على خطأ، والأنبياء اللي كانوا أقلية، بل أحيانا هو فرد واحد هو صح. بالنتيجة المستشفى اللي شفناها مو هي الوحيدة اللي يقولون عليها أحكام ويطلقون عليها قصص، بل يألفون عليها أشياء خارج الخيال، يشبهوها بمستشفى أصلاً ما موجودة بالدولة اللي جاي يحكون عليها. مو بس هاي المستشفى، بس ربما هي أكثر جهة تتألف عليها قصص. ترى هواي أشياء تتألف بهذا المستوى على شخصيات وعلى أحداث. خلينا نتذكر أو ناخذ عبرة من هاي من هذا الأمر. شنو هاي العبرة؟ خلينا نتذكر أنه إحنا من نتكلم بكلام هسه مرات يكون عبارة عن تفريغ نفسي أو عاطفي، جزء أنا عندي غيرة على الفقير وأحكي على هالمستشفى دون أن أعرف أنه هذا الكلام اللي أنا جاي أقوله أصلاً مجرد ترديد لقصة لا وجود لها أصلاً. غيرتي على الفقير بهاي النية ما تنقذني إذا أنا أخطأت، لأن اعتمدت على مصدر بين قوسين يقولون. وبالتالي لازم نتذكر أنه إحنا عندنا شيء اسمه مصدر. الآية القرآنية اللي شفناها نهاية الفيديو تعلمنا شنو يعني مصدر وشلون لازم نتأكد من صحة ما نقوله. أيضا لازم نتذكر ونستفيد من هاي المسألة درس مهم. حسناتنا، حسناتنا هي الرصيد الأهم واللي راح نحتاجه بالحياة الثانية. حسناتنا اللي بعض من عندنا بالقوة لاميهن، هاي الحسنات رصيدنا اللي نحتاجه بالحياة الآخرة، وبالتالي زحمة نفرط بيها لأن نمشي على كلمة يقولون. هاي يقولون دخلتنا بغيبة أو بهتان لمجرد إحنا جايين نسولف، وأما تفريغ مشاعر أو ثرثرة ما لها معنى. وهاي الحسنات راح تروح للشخص اللي انظلم، وممكن كلامنا ربما يقتله، ربما يمنع تشغيله، ربما يمنع زواجه، والمؤسسة اللي تكلمنا عنها ربما تقل مساعدتها للناس بسبب كلامنا اللي هو ما مستند أصلاً على أي معلومة. هذا البهتان أو هاي الغيبة توخر رصيد من الحسنات. والمبكي والمضحك في نفس الوقت أنه هاي الحسنات أحياناً تنفذ ونقوم نأخذ من سيئات اللي تكلمنا عليهم. والمبكي والمحزن أكثر لما هذول الناس اللي إحنا أصلاً نتكلم عليهم هم أصلاً قد إحنا ما نطيق نباع بوجههم، وإحنا جاي نعطيهم أعز ما نملك. حقيقة نكتة مبكية في نفس الوقت، لأنه مو معقولة الإنسان اللي أنا أصلاً ما أطيق أتكلم أو حتى أباع بوجهه أجي أنطيه أعز ما أملك، والله شنو حتى أفرغ مشاعر سلبية أنا منزعج من موضوع معين. شايفين حجم الخسارة شقد؟ ترى الحل لهاي المعضلة بسيط جدا، لا يقشمركم الشيطان. التوبة هي الحل، بس وحدها التوبة لا، لأنه الناس اللي حكيت عليهم واللي أذيتهم والمؤسسات اللي انظلمت بسببك أنت تتحمل مسؤوليتها ودينها موجود بسجلك. الحل أنك تكفر عن هذا الكلام اللي قلت عليهم بأنك تستغفر للأحياء منهم أو تترحم على أمواتهم وتسوي لهم حسنات، تزور عنهم، تصدق عنهم، بعد أهل الاختصاص من أهل الدين يقدرون يخبروك عن هذا الموضوع. المهم تلم لهم رصيد، ترى راح يطالبوك وهم أكيد يطلبوك يوم القيامة. هذا الحل الوحيد، وإلا تبقى برقبتك معلقة وما لها حل ثاني. ونشوفكم بخير بحياة خالية من الاهتمام بغير ما يهمك، لأن عيوبك هي أهم شيء وحسناتك
اثمن شيء. اشوفكم بخير.